شوفوا يا جماعة الخير، أنا الشغال احترق شوط واير دلير، هذا هو فكيته. فالحين ببدأ أصلح الواير بهالطريقة. أول شيء نتأكد من هذا إنه ما ينقص علينا الواير، لو نقص مشكلة، لازم يكون في مجال. الصراحة هذا الدلير أنا من اشتريته هو جديد هذا، بس هم غشوني، لما جبته في البيت أضغط على السويتش فكان يقطع يقطع يقطع، وكان في الأصل يعني من هنا مقطوع، بس من الداخل كان في يعني في خلل يعني بهالطريقة. الحين هنا ما عندنا مشكلة، طبعا هذا الأزرق الموجب. لازم من بعد السالب مع الموجب، هذا لفينا هنا وهذا هنا، لازم بعده في حالة السخونة أو يكون يعني ما يلتمس، ما يلتمسن وايرين يعني من الخطأ، نلفن مع بعض في مكان واحد. فعند السخونة أو الحرارة يتلامسن ويسبب شوط. الطريقة بسم الله الحمد لله اشتغل. هذا بنلفه هنا يعني للأمان أكثر، لأن هذا البلاستيك يعني اخترب انطر احترق. جيت هالطريقة هالطريقة